سعيدة جدا اليوم بهذا العرس الإعلامي العالمي، وسعادتي تكمن إن العاصمة تحتضنه. والجميل فيه إنه يطرح مواضيع آنية مهمة جدا للاستدامة، global warming، تأثير الذكاء الصناعي على مستقبل الإعلام، على مستقبل ممارسي مهنة الإعلام كمان. هذه إشكالية جدا مهمة وجدا تطرح من لما صارت التقنية تنافس بقوة الدين البشري. فحلو جدا هذا التجمع، مو بس الحضور الموجود اللي حلو فيه، الحلو اللي على هامش اللي هي الورشات التعليمية التدريبية. الملتقى بحد ذاته دائما يفرز عن خطط مستقبلية رائعة، سواء في مجال صناعة المحتوى أو الإعلام بشكل عام.